كنيسة واحدة ضد الطائفية، الجزء الثالث، وحدة الكنيسة الحقيقية ونهاية السبي. أنا أؤمن إن كنيسة يسوع الحقيقية واحدة، بدأت واحدة واستمرت كنيسة واحدة وهتفضل كنيسة واحدة، لأن الكنيسة هي جسد يسوع اللي ما اتكسرش منه عظمة واحدة، عمرها ما انقسمت زي جسد يسوع اللي عمره ما انقسم. اللي اتقسم على الصليب واتمزق هو الرداء اللي كان يسوع لابسه، هو ده اللي اقترعوا عليه وقسموه الجنود. علشان كده زي ما جسد يسوع كان كامل ومستخبي تحت الرداء، الكنيسة الحقيقية الروحانية دلوقتي مستخبية وراء طبقة سميكة من الطائفية والصراعات الوهمية بين الطوائف المختلفة. ليه الكنيسة واحدة بس الطائفيين شايفينها طوائف متصارعة، وكل طائفي فاكر ان طائفته بس هي كل الكنيسة والباقيين مهرطقين؟ لأن الطوائف باعتبارها قشرة سميكة مشققة مشوهة من تراكم تقاليد بشرية بتعمي الإنسان عن الحقيقة، وكل التقاليد البشرية دي ملهاش علاقة أبدا بالخلاص ولا بالحياة الحقيقية مع يسوع. بتغطي التقاليد دي على الكنيسة الحقيقية الحية، بتستخبى عن عيون كل طائفي عايش جوه طائفته بس وبيكره كل الطوائف التانية. وعلى الرغم من ان الطوائف بصراعاتها ما تنتميش لجسد يسوع، لكن جوه كل طائفة من الطوائف دي في ناس مؤمنين حقيقيين بينتموا لجسد يسوع وللكنيسة الحقيقية، لان انتمائهم ليسوع وحده وحبهم ليه وحده، بيحبوا يسوع اكتر من رجال الدين ومن التقاليد. وعلشان كده جوه كل طائفة في اعضاء الكنيسة الحقيقية الروحانية. لما الروح القدس فهمني كده من الكتاب المقدس، بقى هدفي ان انا ما اسعاش لوحده الكنيسه، لانها فعلا اصلا كنيسه واحده عمرها ما انقسمت. اتغير فهمي وبقى هدفي هو السعي لاعلان وحده الكنيسه علشان يشوفها الناس واحده، وساعتها تتوقف نزاعاتهم الطائفيه الغير مهمه. طب ليه انا بسعى لاعلان وحده الكنيسه وان الناس تشوفها واحده؟ ليه عايز الناس تدرك ان الكنيسه الحقيقيه عمرها ما انقسمت؟ أولا، لأن إعلان الكنيسة الواحدة الحية للعالم هو نفسه إعلان لحقيقة المسيح الواحد المخلص للعالم كله. ثانيا، طول ما فضلت الطوائف المتصارعة هي اللي بتمثل الكنيسة قدام العالم، عمر ما العالم هيؤمن إن الآب أرسل الإبن. يسوع نفسه قال الكلام ده في بشارة يوحنا، قال لهم: ليكون الجميع واحدا كما أنك أنت أيها الآب فيا وأنا فيك، ليكونوا هم واحدا فينا. علشان إيه؟ عشان يؤمن العالم أنك أرسلتني. يعني صلاة يسوع وشهوته كانت إن الكنيسة تفضل كنيسة واحدة والعالم يشوفها كنيسة واحدة. ليه؟ ليؤمن العالم أنك أرسلتني. لما ظهرت الطوائف مباشرة اختفت الكنيسة الحقيقية عن العيون، واختفى مجد يسوع وراء صراعات وهمية بين الطوائف. النتيجة حصل سبي كمان للطوائف المنقسمة لما سقطت الكنيسة المزيفة السياسية بسقوط روما والقسطنطينية والإسكندرية وأنطاكيا وأورشليم تحت ضربات قبائل البربر والهون والعرب. اللي يقرأ التاريخ بعيون مفتوحة بنور الروح القدس هيفهم إن الكنيسة المزيفة الطائفية السياسية مرت بنفس مراحل سقوط مملكة إسرائيل. الشعب اليهودي زمان طلبوا ملك غير يهوه يملك عليهم، وبلغوا صموئيل بالكلام ده، فحط عليهم ملك اللي هو شاول. كانت النتيجة انهم انشقوا بعد كده بعد عصر سليمان الملك الى مملكتين، مملكة اسرائيل في الشمال ومملكة يهوذا في الجنوب. ليه؟ لان الملوك اختلفوا والصراعات السياسية بدأت. لما انشقوا ضعفوا، وكانت نتيجة انشقاقهم دي ان تم سبي مملكة الشمال اللي هي 10 اسباط الى مملكة اشور، وبعديها تم سبي مملكة الجنوب من اللي هم سبطي يهوذا وبنيامين الى بابل. بالمثل حصل مع الكنيسة المزيفة السياسية في تاريخ الكنيسة. في القرن الرابع تصالح رجال الدين مع نظام العالم اللي هو نظام الامبراطورية الرومانية، لما فرحوا بقسطنطين الملك انه انهى الاضطهاد واصبح ولائهم لقسطنطين الملك. قسطنطين رد لهم الجميل واعطاهم القاب وخلاهم رؤساء فوق الكنائس المحلية، واعطاهم القاب كهنوتية ومزايا واعفاءات ضريبية، وبنى ليهم مباني فخمة، وتصاعد بعدها سلطانهم الديني كأساقفة للكنائس المحلية بدل يسوع المسيح. الناس بدأت تركز عليهم مش على يسوع. يعني الكنائس المزيفة المحلية بعد عصر قسطنطين طلبوا رؤساء وبطاركة وبابوات يملكوا عليهم بدل يسوع. النتيجة الحتمية زي ما حصل قبل كده وانقسام مملكة إسرائيل، إن زي اللي حصل مع اليهود في القرن الخامس، تشققت الكنائس السياسية إلى طوائف متصارعة بسبب صراعات أسيادهم على الجاه والمال والسلطة. الكلام ده حصل في مجمع خلقدونية عام 451 ميلادية.
وساعتها استخبت الكنيسة الروحانية الحقيقية من عيون العالم، وظهرت قدام العالم كنايس طوائف متصارعة ملاش أي علاقة بانتمائها الحقيقي لملك واحد هو يسوع المسيح، حتى أنهم اعتبروا البابوات والبطاركة ممثلين ونواب عن المسيح في الأرض، وكأن المسيح استخبى وأصبح ملوش وجود، والموجود حاليا هو البابا اللي بيمثل المسيح الغايب عن قلوب وعيون الناس. وفي نفس القرن الخامس والسادس سقطت روما تحت سبي قبائل البربر ومعها الكنائس السياسية اللي تنتمي ليها، وبدأ سلطان امبراطور روما الساقط يحل مكانه سلطان بابا روما الصاعد اللي أصبح هو بدل الامبراطور الروماني كنوع من السبي الداخلي، يعني أصبح نظام العالم هو اللي بيحكم الكنيسة. لما جه القرن السابع ظهر العرب والإسلام، ووقعت كل الكنيسة الشرقية السياسية تحت سبي العرب الخارجي. كل ده والكنيسة الحقيقية الواحدة مستخبية ومخفية، ومنها كل واحد مؤمن حقيقي بيسوع، كل ركبة منحنتش لرجال الدين وسلطانهم، لأن ولائهم كان أصلا لملك واحد هو يسوع المسيح. هو ده الملك الحقيقي، مش أي بابا أو بطرك لابس تاج فخم مرصع بالجواهر وماسك في إيديه عصا الرعاية اللي هي أصلا صولجان حكم. عجز الطوائف المسيحية وصراعاتها السياسية في الشرق وفي الغرب خلاها عاجزة دايما انها تعلن مجد الاب والابن والروح القدس بالكمال والتمام، لكن في كل طائفة في امل، في افراد مؤمنين حقيقيين نجحوا احيانا بمجهوداتهم الفردية مع عمل الروح القدس في حياتهم انهم ينشروا البشارة والانجيل في كتير من انحاء العالم. كل ده تحت معايرة مستمرة من العالم للمسيحيين بالانقسام والطائفية. تخيلوا لو كانت الكنيسة الحقيقية قدام العالم واحدة كلها مع بعضيها هي اللي بتبشر باسم يسوع، مش مجرد أفراد هم اللي بيعلنوا مجد يسوع. أكيد كان الكنيسة ككنيسة واحدة في عيون العالم هتعلن مجد يسوع بالكامل، هتعلن مجد يسوع الحقيقي. كان الإنجيل انتشر لكل العالم من زمان ويسوع جه ومعاه القيامة النهائية. لكن طول ما الطوائف في الكنيسة المزيفة في العالم تحت السبي هتفضل البشارة المتعطلة ومحدودة، ومجيء يسوع متأخر. ليه؟ لأنه مش هيجي قبل إعلان البشارة بمجد لكل الأمم وكل العالم. وعلشان كده أنا بعلن النهاردة باسم يسوع يهوى المتجسد إن الكنيسة الحقيقية واحدة، لأن يسوع واحد وجسده واحد وروحه القدوس واحد، احنا تعمدنا يا جسد واحد بروح واحد. عودة ظهور وحدانية الكنيسة في قلب كل واحد منا وقدام العالم هو بشارة الحقيقية بنهاية السبي ووصول البشارة للجميع ومجيء يسوع الثاني. الاختيار قدام كل واحد منا، إما أن يكون طائفي انتمائه لتقاليده البشرية والبابواته وبطاركة الكنائس ورؤساء الطوائف، أو يكون مسيحي انتمائه وحبه الأول والأخير ليسوع الملك الحقيقي وحده مع أبيه والروح القدس، لهم كل المجد والكرامة من الآن وإلى الأبد. آمين.